السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معادنا النهاردة هنحل امتحان بوكلت مصر سنة 2017 الدور الأول. الوثيقة بتقول إيه؟ لو ماتان جو مو ريفي ا 6 جور، يعني صباحا أنا بستيقظ الساعة 6 الصبح. جو مي دوش بوي جو دي او روفوار ا مي بارون جو سور دو لا ميزون، يعني باخد دوش وبعد كده بحيي أو بقول إلى اللقاء لوالدي وبخرج من المنزل. Je prends le bus parce que mon collège est très loin, mais l'école de ma sœur est tout près. باخد الاتوبيس عشان المدرسة بتاعتي بعيدة عن مدرسة أختي، ومدرسة أختي قريبة، يعني مدرسة أنا بعيدة ومدرسة أختي قريبة. Au collège, je retrouve mes amis. هناك بشوف أصحابي أو صحباتي. On parle, on joue. يعني بنتكلم وبنلعب. الساعة 8 on va en classe. بنروح الفصل على ريكري في الفسحة. On sort dans la cour. بنخرج في الفناء. Je mange en fruit à midi. باكل فاكهة وفي الضوء. Je mange à la cantine. بروح الكانتين car ma maison est très loin pour rentrer. لأن بيتنا بعيد. قبل ما أرجع لها. Mardi j'ai un cours de musique. يوم الثلاثاء عندي حصة موسيقى في المدينة. Je vais à pied. بروح على الأقدام. Et je prends mon goûter, au bétanel de Tasfira, avec moi, et après la leçon de piano. Mon père m'accompagne à la maison en voiture. Et il y a ce qu'il y a dans le monde de l'arabe, je finis mes devoirs et je me couche. يعني ما خلص الواجب وبنام. Après le cours de musique, Emily rentrait à la maison. Emily est calme. بترجع البيت ازاي؟ هنا بالعربية بتاعت والدها، يبقى اون فواتير. تمام. اثنين، ابري لا ريكري، بعد الفسحة، ايميلي مانج، بتاكل ايه؟ فروي، فاكهة. ثلاثة، ابري سون ريتور على ميزون، ايميلي، يعني بعد عودتها للمنزل، ايميلي بتعمل ايه؟ بتعمل واجب سي. أربعة، إيميلي سو ريفي، تستيقظ الساعة كام؟ الساعة 8 ونص ولا الساعة 6؟ بتستيقظ الساعة 6. يبقى 6 زور دو ماتان، 6 الصبح. أفون دو مونتي أون كلاس، قبل ما تطلع الفصل، إيميلي جو بتلعب مع مين؟ مع صاحبتها هذيك سيزامي. وإيميلي بغان لو بيس بوغ لي، بتاخد الأتوبيس عشان تروح كوليج. تمام. نروح للوثيقة الثانية. اللي بيتكلم هنا بيير بيكلم توم. كون جي كونجي جو في على كامباني شي مون اونكل بيير. يعني لما يكون عندي عطلة بروح الريف عند عمي بيير. لو سومدي ديرنيير، السبت اللي فات، جي بري لو تران دو سيتور دو سيتور، يعني ناخد او خدت القطار بتاع الساعة 7. جي سوي ارريفي دونز اون اور اي دومي. وصلت بعد ساعة ونص. يعني الساعة 8 ونص كده. لا جي بري لو بيتي ديجيني، فطرت افيك مي كوزان مع ولاد عمي دون لي شامب الحقول. ابري جي بارتيسيبي على اون كورس افيرو في تي تي دون لافوريت، يعني شاركت في سباق عجل، ولكن لسوء الحظ، ما انا بقول يعني لسوء الحظ، جي سوي تومبي سقطت دو فيلو من العجله، اي جي او تري مال على مان، وكان عندي الم في اليد، اي على جامب وفي الساق. ميزامي مون ترانسبورتي على الاوبيتال، اصحابي ودوني المستشفى. لو ميديسان ما اكزاميني، الطبيب فحصني. اي اني مي لا جومب او بلاك، يعني ايه حط ساقي في الجبس. يعني جي اون بليسيور، يعني عندي جرح على ما في اليد. مي تو فا بيان مانتينون، بس كله تمام دلوقتي. لو دكتور ما كونسيي دو ريستي او لي اون سومين، اي ما بيتي نصح ان انا اقعد في السرير اسبوع. اي دو ما بيتي دو فير دو سبور، ممارس واتوقف عن ممارسه الرياضه. Viens passer la soirée à jouer des jeux vidéo. Le reste à la maison m'ennuie beaucoup. القعدة في البيت بتزهقني جدا. سبعة، لونكل دو بيير في بيعيش فين؟ هو هنا في السطر الأول قال في الريف، يبقى نختار وفيلاج القرية. تمانية، بيير وصل عند عمه الساعة كام؟ 8:30، يبقى قبل 9، افون 9.
9 مع ولاد عمه بيير راح فين؟ راح الغابة فوغات. 10 بيير اي تي بليسي على جون، بيير كان عنده جرح في الساق بسبب ان هو سقط من العجلة اللي هي بي. بعد كده رقم 11 بيير سوني زهق منين؟ زهق ان هو لانه الغس من سومير اوليه هيقعد اسبوع على السنين. و12 بيير ابغي تناول الفطار مع ولاد عمه، نتاكد برضه نشوف الفطار ولا لا. ايوه الفطار تمام الفطار. نروح بقى للمواقف 13. Vous avez très froid. انت بردان جدا. بردان هتلبس ايه؟ Je vais mettre un pull and pullover. 14. Vous demandez à votre petit frère de rentrer tôt. يعني تسأل أو تطلب من أخوك إنه يرجع بدري، هتقول له إيه؟ يرجع بدري. يبقى تقول له ne retourne pas au retard، يعني ما ترجعش متأخر. 15. Vous achetez des légumes، عشان تشتري خضار، هتقول للبائع إيه؟ هتقول له عايز je voudrais 2 كيلو دي كاروت، 2 كيلو جزر. 16. Votre ami vous demande pourquoi vous ne prenez pas de glace. ليه ما تناولش ايس كريم؟ انت هتقول ايه؟ الاولى جي مار اودون، عندي الم في الاسنان. 17. لو انسان فو دوماند سيكو فوز افي، الطبيب سالك عندك ايه؟ فانت هتقول له جي توس، انا بكح، اي جي دو لا فيفر، وعندي حمى. 18. فو كونسي فوت امي كي سو دي بلاس ا موتو، بتنصح صاحبك عشان يتنقل بالموتوسيكل. هتقول له ايه؟ هتقول له tu dois mettre le casque et les gants. البس خوذه وجوانت. نروح للجرامير 19. تارت مؤنث، تورته مؤنث يبقى ب لا غار اي جوست اون فاس دو ماجازان، ماجازان مذكر بتبقى سي. لو كوبير بروبوز، الجد اقترح ابيك اسي بيتيت في على بناته دالي فواغ ان فيلم، انه ما نشوف فيلم. اول ما نشوف فعل بروبوز اقترح يبقى ناخد افعال سنه ثالثه اللي هو ضمائر سنه ثالثه، يا لوي يا لو فعل بروبوز، ومع طبعا مع عاقل اللي هو بتاع ايه البنات، يعني هو اقترح عليهم يبقى ناخد لوب. نقولها بالحل السحري ماشي، البنات عاقل وفعل اقترح موجود وهم جامعة تبقى لوب. 22. كوزان جامعة، مفيش غير جامعة واحدة بس اللي هي مي الأخيرة. 23. جي قلنا لما يجي المال المركب مقسوم نصين والنقط في النص يبقى كده من ثلاثة، بيان بوكو مال، يبقى هنا بوكو. 23 أو 24. 24 نون طبعا نون داخل بوق الناس. 25 كيلو ظرف كمية يبقى عايزين دو. 26 فعل قليل هنا يبقى اجريج على طول، اجريج على طول ده مكان. 27 امر مع امتى يبقى داخل حرف الاو اللي هي بي. 28 فون مذكر تبقى الاولى. 29 علي قوي اونشيني في الكيمياء اونشيني. بعد كده سالو جو سي كو تي ام بوكو لي زانيمو، انا شايف انت او عارف ان انت بتحب الحيوانات كتير. كيلي لا فيميل دو بوك، ما هي انثى بوك؟ طبعا لا شيفغ، لا شيفغ. او ال في اين تعيش؟ الا ال في طبعا لازم نقول ال في في الاول. السؤال الاولاني لا فامي دو بوك اي لا شيفغ، اين تعيش؟ ال في على بيرجيري.